هو فين علاء؟ ليه ما بيظهرش؟ علاء معايا في الفيلم الجديد، عامل بطولة عظيمة بجد. ايوه يا فندم. قبل ما تسألي كده، ان شاء الله في المرئي عامل دور جميل وكده. فرحتنا والله. اه والله الحمد لله. لا ومعايا الاستاذ لطفي لبيب كمان. الله. طبعا طبعا منورنا في الفيلم، مجمع كل الحبايب. الحمد لله الحمد لله. وغدا عادل والاستاذ احمد بدير. فتحي عليم يا رزاق يا كريم. احمر وحلاوه يا بدر. احمر وحلاوه يا بدر. احمر وحلاوه. تعالى هنا. ايه الجراءه دي؟ انت بتسرق البطيخه كده وانا واقف؟ هات بطيخ، هات بطيخ. الله. هتعرض امتى؟ 2 أغسطس بإذن الله. إن شاء الله يا رب ويكسر الدنيا. يا رب.